الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب سنن ابن ماجه وكتاب المساجد والجماعات. باب اين يجوز بناء المسجد. قال المصنف بسنده: حدثنا علي بن محمد الطنافسي من الثقات، وحدثنا وكيع بن جراح الرؤاسي، وكيع التنين من الثقات الأسود، رواه الجماعة عن حماد بن سلمة، ومن الثقات رواه مسلم أصحاب السنن الأربعة، عن أبي تحت الضبعي، ومن الثقات الأسود عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، من السبع المكثرين عن النبي. قال: كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لبن النجار، وكان فيه نخل ومقابر المشركين. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثامنوني به ويريد يشتريه، عليكم السلام. ثامنوني به، قالوا: لا نأخذ له ثمنا. فقال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبني وهم يناولونه، والنبي يقول: ألا إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبني المسجد حيث أدركته الصلاة. وبسنده عن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طاغيتهم. ورد الله عن الرسول عن حيث أن تلقى فيها العذرات، فقال: إذا سقيت مرارا فصلوا فيها، يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا مكان بناء المسجد لبني النجار. كانت الأرض بني التي بني عليها المسجد مملوكة لبني النجار، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم، قال: ثامنوني، أي بايعوني أو ساوموني عليها، كم يعني تأخذون لها؟ قالوا: لا نأخذ لها ثمنا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى له بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له به بيتا في الجنة. فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبنيه وهم يناولونه. فيها أنه كان فعل ذلك بيده الشريفة، وهم كانوا يناولونه بأبي هو وأمي. ضرب أروع الأمثلة بأن المقدم وأن الكبير القوم، وأن الذي الناس بتشعب على قوم إلى النظر إليه، يقدم الناس فيبني، نعم، ويأتسي الناس به ويساعدونه في ذلك. فهم أصلهم في البذل والعطاء والتضحية والبناء حتى تكون الأسوة الحسنة، ويعلمون أن مقدم القوم وأن كبير القوم وأن الذي يعني استخدمه الله جل في علاه إلى أن يكون مقدما، أنه يبذل جهده ونفسه من أجل نفع الناس جميعا. وكان النبي يبني ويرتجز ويقول: ألا إن العيش عيش الآخرة، اللهم اغفر الأنصار والمهاجرة. كان يقول: الدنيا لا تساوي شيئا، الدنيا زائلة، ونحن إن بنينا للآخرة، وعملنا عمل للآخرة، والدنيا زخرف الدنيا، بهرج الدنيا لا يشغلنا. زي كان ابن عمر إذا مر على القصور استدار وقرأ قول الله جل في علاه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا بنينا للآخرة، ورزق ربك خير وأبقى. فالدنيا مليئة بالكدر يشوبه كل عمل، كل خير يشوبه الكدر ولا يصفو أبدا. قال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولذلك قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا.
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وفيها التزيد في الدنيا وطلب الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. قال تعالى: واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم اغفر للمهاجرين للأنصار والمهاجرة. يعني دعا لجميع الصحابة رضوان الله عليهم. وقد حدث في البناء أمور، وأمور بأنه أولا حدث نبش المقابر هناك الدارسة، وهذا يجوز إذا كانت القبور غير محترمة يعني غير المسلمين فنبشت والعظام رحلت إلى مكان آخر، فيجوز المكان الذي كان مقبرة للكافرين بعدما نبش وطهر من أي شيء يبنى المسجد عليه، ولأنه اعتداء في يعني هذه الأموات اعتداء في هذا المكان ليس مكانهم. حتى ابتنى المسجد، وفي قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبني المسجد حيث أدركته الصلاة، وهو الذي قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وروى البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت خمسا لم يعطونا أحد من قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركتهم الصلاة فليصلي. إلى قومي خاصة وبعثت للناس كافة وأعطيت الشفعة. حيث عثمان بن العاص أنه أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت غايته، يعني المكان الذي كانوا يعبدونه من دون الله فلا يستبدلونه فيهدمون معابد الكفار التي فتحها المسلمون وتحويلها إلى مساجد ومدارس. وهذه مسألة يعني من مسائل السياسة الشرعية المهمة في هذا الباب، هو مسألة هدم معابد الكفار إذا فتح المسلمون الأرض. فأقوى الأقوال عند علمائنا جواز ترك الكنائس والبيع التي بأيديهم، ثم ذلك يكون العقد الذي بينهم عهدا. نعم، وهذه مسألة معروفة، مسألة دخول الأرض من أراضي الكفر عدوا أو صلحا وهي أيديهم المعابد والكنائس والبيع، هل يقرون عليها أو لا يقرون عليها؟ اختلاف بين العلماء، والصحيح الراجح في ذلك أن المسألة مبناها ومردها إلى الإمام، اجتهاد الإمام ليرى المصلحة والمفسدة ومقاصد الشريعة في ذلك تتحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أهل خيبر في ذلك. فمالك وأحمد يرون أنه يبقي الكنائس على ما هي عليه، ومنهم يقول أن الإمام مخير بين هذا وبين ذلك، والمسألة دائرة عن المصلحة، وهو قول أبي حنيفة ورواية أحمد أيضا. وهذه تتجلى لنا في خيبر، بأن السلام قسم الله قسمين، نصف لهم ونصف للمسلمين. ولابد إذا قلنا بإقرارهم على ما هم فيه لابد أن نفهم أنهم لا يملكون عين ما أقروا عليه، يعني لا يملكونه بل هو ملك للمسلمين. إذن هذه المسألة مهمة جدا، وهي فصل الخطاب في مسألة دخول صلحا أو عنوة في أرض الكفار، وفيها الكنائس والبيع المسألة راجعة إلى الإمام والنظر فيه لمصلحة المسلمين أن يقرهم على ذلك دون أن يملكوا رقابها أو لا يقرهم ويأخذها عنوة. فالأولى والأسد والأخرف في السنة أن يتركها لهم مع وجود المصلحة في هذا الباب. من السنة استبدال الشر بالخير، المكان الذي يعصى فيه الله جل في علاه يستحب أن يطاع فيه الله جل في علاه. قال أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طغيتهم. جواز نبش قبور الكافرين إن كان فيه تعدي، للمصلحة الأعظم هي بناء المساجد عليها. أما إن لم تكن قريبة فإنه
يعتد بسجدة الركعة الجديدة تسد السجدة القديمة وتكون الركعة ناقصة لسجود، فيعتد بالسجدة الجديدة في الركعة الجديدة للسجدة القديمة. نهاية الأمر يعني معناها أنه سيعيد ركعة. هل كلام الخطوة والخطوات بالتليفون يعتبر خلوة ولا لا يعتبر خلوة؟ هل التصوير حرام؟ التصوير فيه تفصيل. الاختلاء التصوير الذي بمعنى النحت أو الرسم كله حرام، كبيرة من الكبائر، حق صاحب اللعن. التصوير الفوتوغرافي ليس تصويرا، الخلاف فيه خلاف وارد على أن هذه الصورة التي فيها حبس الظل تكون كصورة المرآة أو صورة الماء. نعم، والخلاف وارد في ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.